العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية بين الجهات وكذا إيصال وتوفير خدمات اجتماعية للمواطنين حتى تتعزز قوة الشعور بالانتماء للوطن وهذا شيء أساسي ومهم في هذا النموذج لذا فالتسريع من الوتيرة ديال الورش الجهوي والتفعيل الرأسي لهذا الورش سيشكل الآلية الناجعة التي ستتمكن من الدفع بالعدالة المجالية والرفع من الاستثمار الترابي المنتج وبموازاة مع ذلك فإن النموذج التنموي الجديد المرتقب من شأنه أن يضخ نفسا متقدما في سرعة إرساء أسس التنظيم الترابي اللامركزي القائم على الجهة المتقدمة ولا سيما مبدأ الصدارة للجهة لماذا؟ وذلك بهدف كسب رهان التقائية في التدخلات العمومية وجعلها تنطلق من الخصائص الاجتماعي والاقتصادي داخل المجالات الترابية فالفضيلة الأولى كما تعلمون للمؤسسات السياسية وعلى حد تعبير أفلاطون هي تحقيق العدالة والإنصاف وبناء عليه سأناقش نقطتين أو تساؤلين ما البعد الدستوري لهذا المفهوم وصدارة الجهة وأيضا كيف يمكن استثمار برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب في بلورة في بناء نماذج تنموية على المستوى الترابي تضمن بلورة أهداف النموذج التنموي الوطني بمعنى آخر كيف يمكننا استثمار آليات تشخيص وتخطيط الترابيين من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والاختلالات المجالية على المستوى الجهوي وبين الجهات أولا على مستوى البعد الدستوري مفهوم الصدارة الصدارة هي فكرة جديدة وقد تم تكريسها لأول مرة في الفصل 143 من الدستور وهي في الحقيقة قد تشكل لدى بعض المهتمين بالتنظيم الترابي اللامركزي زعزعة وتهديدا لوضع الجماعات الترابية وكذلك يمكن أن تمس بشكل أو بآخر علاقتها إذن مختلف التأويلات التي أعطيت لمفهوم الصدارة وامتداداته المحتملة هي تكتسي أهمية بالغة في سياق تحديد فيزيونومي لمستقبل اللامركزية وإذا كان الدستور قد رفض منح الصدارة معنى واسعا ومدلولا فضفاضا فإن ذلك هو بإذ كان غرضه تفادي السقوط في لامركزية متمحورة أساسا حول الجهوية الشيء الذي قد يهدد تطبيقات الديمقراطية وينقص من مشاركة الجماعات الأخرى والتي كانت متواجدة أصلا قبل الجهوية في ممارسة التدبير المحلي إذن وضع الصدر الذي يعترف به الدستور للجهة هو لا يأخذ طابعا مطلقا بل يظل قطعا مؤطرا بالفصل 143 فالمبدأ ليس له توجه عام وشامل ولكن من خلال سلطة إعداد هذا الشيء لكن في الفصل 143 من خلال سلطة إعداد ومتابعة برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب إذا ممارسة الصدارة هي لا تخول الجهة صلاحية الحصول على وضعية رئاسية تراتبية تجاه باقي الجماعات الأخرى ولأجل ترجمة هذا التوصيف القانوني نص الدستور صراحة أيضا في الفصل 143 على منع أي علاقة وصائية بين مجموع الجماعات الترابية إذن مفهوم الصدارة سأناقشه من خلال مستويين في اعتقادي أنه يحيل إلى مفهوم المساواة وكذلك يحيل مفهوم آخر هو غياب أي علاقة وصاية على مستوى المساواة فهذه الرؤية هي تنطلق أساسا من مبدأ سمو السلطة المركزية التي تتضمن المصالح العليا للوطن فالسلطات المركزية تنظر دائما لمختلف الجماعات الترابية على أنها متساوية بحيث لا فرق بينها ولا أسبقية معترف بها لإحدى على غيرها وهذا ما تبناه اتجاه فقهي كبير في تحليل الدولة الموحدة وبالتالي فقاعدة صدارة الجهة تشكل انطلاقا من هذا المفهوم اتجاها وظيفيا ما دام أنه ليس لها أي صلاحية لتكسير راح الشكل الموحد للدولة وبشكل أوضح فصدارة الجهة ينبغي أن تقرأ وتفسر على ضوء مبدأ التدبير الحر. إذن الجهة المتقدمة وجدت ابتداء من دستور 2011 هوية وظيفية. كيف ذلك؟ الدستور وضع توجه للجهة بمرجعية واضحة ذات سلطات اقتصادية أساسا. إذن طارت الجهة كشكل لتدبير
العموم للتراب قد تم الاعتراف بها من أجل ماذا؟ من أجل تحديد مسؤولية السلطات الجهوية في علاقتها بمجال تخطيط وإعداد التراب. فهذا هو منطق طبيعي، ذلك أن اعتبارات كما يقول بعض الفقهاء، ذلك أن اعتبارات الفعالية والنجاعة في مقاربتها الديالكتيكية التي تجمع بين الجماعة الجهوية وطبيعة قدرات التراب الجهوي تشكل تبدو أنها أصل هذه الصدارة. ومن أجل تنفيذ إنساني، فهذه الصدارة أيضا هي تقتضي سلطة التنسيق، الاعتراف للجهة بسلطة التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الجهوي، وهذه المهمة قد تبدو أكثر صعوبة من حيث تهديدها لمبدأ التدبير الحر كأحد المبادئ، كما ذكر قبل ذلك الأستاذ أدميلو، المبادئ التنظيم الترابي، الله مركز مبادئ سوريا التي تؤطر التنظيم الترابي. وفي مفهومها الواسع لهذه الصدارة، فإنها تفترض سلطة القيادة، الشيء الذي ترفضه قاعدة منع الوصاية. وبالتالي هنا نلاحظ صعوبة التوليف بين قاعدتين دستوريتين. إذن الدستور حينما يرفض منح الجهة كل سلطة وصاية فإنه قد ساهم بالطبع من تقوية الغموض. لماذا؟ لأن أغلبية الفقه تعترف بكون عدم منح الجهة سلطة القيادة هو يفرغ المفهوم من محتواه وحمولته، وبالنسبة للبعض فقد اعتبره هو بمثابة مفهوم ولد أو خلق ميتا. كذلك على مستوى الطابع المبهم لعلاقة الجهة بالدولة، بغض النظر عن المخاطر التي قد يتعرض لها مفهوم الصدارة في علاقة الجهة بباقي الجماعات الترابية أخرى، فإن وضعية جديدة أخرى تبرز من خلال علاقة الجهة بالدولة. قراءة النص الدستوري تبرز لنا تواجد مناطق ذل، فالارتباك الدستوري المرتبط بحدود الصدارة يظل واسعا. لماذا؟ لأن الفصل 143 الذي كرس وضعية الصدارة ينبغي علينا أن نعمل على تأويله وفقا للفصل 145 الذي يحدد اختصاصات الوالي. ومن ثم يبدو لنا بأن صدارة الجهة تظل مصدرا للارتباك ما دام أنها مراقبة من قبل ممثل الدولة. إذا هذه الصدارة قلنا هي تشمل مستويين، آليتين. الآلية الأولى هو على مستوى التصميم الجهوي لإعداد التراب، هو لحد الآن وكما تعلمون على سبيل المثال مثلا على مستوى الجهة التي ننتمي إليها جهة طنجة والحسيمة لا نتوفر على وثيقة مرجعية بمثابة تصميم جهوي للتراب، فقط هناك مقرر يقضي بإعداد هذه بهذا التصميم اختيار مكتب الدراسات. وكذلك لا بد من أن نذكر في هذا السياق كما أشار إلى ذلك أستاذ عمراني بخوزة إلى تأخر صدور مجموعة من المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون تنظيم الجهات وعلى أهمية، بينها مصر المتعلق بتحديد مسار إعداد تصميم جهوي للتراب. لماذا أعطينا الصدارة الجهة في إعداد تصميم جهوي ولكن المصر عاشتها سنة 2017؟ ولذلك نتساءل أمام هذا الفراغ عن أي آلية يمكن اعتبارها مرجعا للتعامل مع التراب بجميع مستوياته. كذلك على مستوى برنامج التنمية الجهوية إلى غاية شهر يونيو 2019 وكما صدر في مشروع قانون المالية، صدقت المجالات الجهوية 10 جهات على برامجها التنموية وتم التأشير عليها من طرف وزارة الداخلية باستثناء جهتي قول من مدنون وجهة ترعى تفيلات. ودائما في إطار مجال الترابي لجهتنا فقد صادق المجلس، هذا من باب الإخبار على برنامج التنمية الجهوية في دورة استثنائية في 2017. هذا ما عليه بأن تأشير البرنامج من طرف وزارة الداخلية كان سنة 2018 أي بفارق سنة، وهذا بحد ذاته إشكال يطرح أيضا حول مدى القوة القانونية لهذه الوثيقة المرجعية، باعتبار أن تأشيرات السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية هي لها قوتها في البدء بتنزيل محاور هذا البرنامج. ولكن كيعرف أربعة المحاور، محور ديال التستثمار الرأسمالي المادي ولا المادي، محور ديال التنمية الاقتصادية، محور ديال التنمية الاجتماعية، ومحور ديال جاذبية المجال. إذا باش ما نطولش، كذلك مسألة ديال التعاقد التي أشار الأستاذ قبل قليل أن التعاقد بين الدولة والجهة من شأنه أن يسهم في وضع نمط للحكامة باعتباره منطلقا لتحقيق مسألة أساسية، وهي الإشكالية التي أثارها تقريبا كجل أو كافة المتفقين، هي مسألة الانسجام والارتقائية في السياسات بين التوجهات الاستراتيجية للدولة والحاجية للتنمية على المستوى الجهوي.